تركيا فاجأت الجميع وقامت بضربة مباشرة على المدنيين العراقيين بالمدفعية اليوم، وكانت اللقطات الأولى الحاضرة لهذه العملية والضربات التي جاءت كما تحدثنا بالمدفعية بهذا الشكل. هي كانت قادمة على أحد المصايف الموجودة شمال العراق وتحديدا التابعة لمحافظة دهوك. مظاهر كانت صعبة جدا ومناظر صعبة جدا طبعا جاءت في طبيعة هذه الضربة التي ترونها بهذا الشكل. وطبعا هذه المنطقة التي ترونها هي إحدى المصايف كما تحدثنا. إذا ما ذهبنا على سبيل المثال فقط لنعرف بالضبط أين جاءت هذه الضربة وكيف تمت وأين تمت، فبالتوجه إلى القمر الصناعي فقط لنتأكد من هذه العملية. كما تلاحظون هنا هذه هي خارطة العراق. دعونا نتوجه مباشرة إلى شمال العراق لكي نلقي نظرة على المنطقة بشكل دقيق. سنلاحظ بأننا هنا أمام دهوك، هنا دهوك التي ترونها بهذا الاتجاه وهي تأتي بالقرب من زاخو. هذه هي زاخو، وطبعا المنطقة التي ضربت والمصيف الذي ضرب هو يأتي إلى شمال زاخو على مسافة 15 كيلو مترا، ونتحدث عن هذا المصيف وهو مصيف برخ الذي طبعا قصف من قبل القوات التركية. وكما واضح وهو واضح بأن هذا هو الشارع الذي سقط فيه المدنيين وكان واضحا من المقاطع المصورة بكل تأكيد. بالتالي بالتوقف والابتعاد من هذه المنطقة وأخذ بعض النظرة الحسابية على هذه المنطقة وكيف من الممكن أنها تعرضت إلى هذه الضربات القادمة من المدفعية التركية، الواضح بأن المنطقة التي نتحدث عنها وهذا المصيف هو يأتي بهذا الاتجاه، ومن هنا طبعا هي الأراضي التركية بهذا الشكل. وواضح جدا أن المدفعية لن يكون لديها مشكلة أن تقوم بهذه العملية وبهذه الضربات من الداخل التركي. فالمسافة من هنا على سبيل المثال من الداخل التركي تأتي على مسافة 8.5 كيلو مترا، أو مثلا بهذا الاتجاه على مسافة أكثر من 9.5 كيلو مترا. ويجب أن نتذكر بأن القوات التركية لديها قواعد، هي موجودة على المستوى البري في الداخل العراقي، وبالتالي الاستهداف ليس فيه أي مشكلة أبدا بالنسبة للمدفعية التركية. لا بيانات رسمية حتى هذه اللحظة قادمة من تركيا في هذه المسألة، ولكن هنالك تصريحات عراقية واضحة جدا تجاه ما جرى. وإحدى أهم التصريحات القادمة هي من قائم مقام زاخو، هو الذي تحدث عن هذه المسألة وقال بأن تركيا هي مسؤولة عن هذه العملية. الضربات كما تحدثنا هي جاءت بالمدفعية على هذه المنطقة باللون الأصفر، هي منطقة إقليم كردستان بكل تأكيد. وبأن هذه العملية بحسب قائم مقام زاخو أكد بأن على الأقل حتى هذه اللحظة هنالك 9 قتلى بالإضافة إلى 22 جريحا، وهنالك تزايد في هذه الأرقام. هنالك من يقول بأننا قد وصلنا إلى 10 ممن قتلوا بسبب هذه الضربة، وحتى أكثر من 22 جريحا من هذه الضربات. في العادة هذه الضربات التركية هي تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني تحت مظلة العملية العسكرية التي تقودها طبعا شمال العراق، وهي قفل المخلب من أجل إغلاق المنطقة الشمالية ومنع حزب العمال الكردستاني استخدام الأراضي العراقية من أجل مهاجمة الأراضي التركية. الأمر مختلف هنا في هذه الضربة في ظل التصريحات القادمة من قائم مقام زاخو وكذلك من المسؤولين الأمنيين الموجودين في إقليم كردستان. أكدوا بأن الذين طبعا قتلوا وجرحوا هم من المواطنين المدنيين العراقيين الذين يأتون طبعا من الجنوب وكذلك من وسط العراق، وهم العرب الذين طبعا قتلوا بهذه العملية وضربوا بهذا الشكل، وبالتالي هم ليسوا من حزب العمال الكردستاني بأي شكل من الأشكال. كذلك أن هذه العملية تأتي بعد يومين فقط من ظهور طائرة مسيرة باغتت الموصل التي ترونها هنا، وتحديدا إلى غرب الموصل في هذا الطريق الذي هو طبعا يرتبط بتل العفر بشكل مباشر، ومنها إلى سنجار غرب الموصل بالقرب من بوابة الشام وتحديدا من قرية دجلة. طائرة مسيرة قامت بمهاجمة هذه واحدة من العجلات، عجلة مدنية كان يتواجد فيها 5 أشخاص. البيان الأولي لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قال بأنهم من عناصر حزب العمال الكردستاني، ولكن سرعان هذه القصة ما تغيرت بعد تصريحات واضحة من محافظي نينوى السيد نجم الجبوري وكذلك غياث السورتشي وهو أحد أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني. أكدوا بأنهم كانوا من العرب وكان أحد عناصر الشرطة
موجودا في هذه السيارة، وبالتالي هم مدنيين عراقيين، وبالتالي نحن خلال 72 ساعة أمام استهدافين للمدنيين العراقيين قادمة من تركيا. كل الاتهامات إلى تركيا في هذه المسألة بشكل واضح للغاية، والأمر أصبح فعلا صعبا ومقلقا. وهذه طبعا العجلة التي نتحدث عنها، كانت هنالك صورا لها بهذا الشكل كما تلاحظون. الضربة كانت كبيرة للغاية التي جاءت إلى غرب الموصل، الضربة التي نتحدث عنها التي جاءت على مصيف برخ طبعا في محافظة تيدهوك التي نتحدث عنها، أدت ودفعت الكثير من القيادات العراقية المهمة مثل رئيس الجمهورية العراقي وكذلك رئيس الوزراء العراقي أن يستنكرون تماما ويرفضون تماما هذه العملية التي تمت بهذا الشكل وبهذه الطريقة اليوم بالمدفعية التركية. بل إن السيد مقتدى الصدر ذهب إلى أبعد من ذلك وطالب بأن تكون هنالك إجراءات مثل على سبيل المثال تقليل التمثيل الدبلوماسي، غلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا، وكذلك في عملية إلغاء ويجب إلغاء الاتفاقية الأمنية وإعادة ترتيب الأوراق مع تركيا بعد كل ما جرى. بل إن هنالك أيضا من يطالب بأن تكون هنالك جلسة في البرلمان حول هذه القضية. السيد ريان الكلداني كان واضحا يجب أن تكون هنالك جلسة في البرلمان بحضور القائد العام للقوات المسلحة، وهنالك من يطالب بطرد السفير التركي من الداخل العراقي. والآن السفارة التركية وفي هذه اللحظات التي نتحدث عنها هنالك مقاطعا قد وردتنا لعملية غضب شعبي واضح في بغداد تحديدا في الوزيرية كما تلاحظون هنا. الناس بدأت تتجمهر وأمام السفارة التركية مستنكرين هذا العمل الذي جاء ضد المدنيين العراقيين في هذا المصيف المهم للغاية والذي لا يتواجد فيه عادة أي عناصر عسكرية أو عناصر لحزب العمال الكردستاني ولا أي شيء من هذا القبيل أبدا، بل هم من السواح ببساطة وقد تعرضوا إلى هذه الضربة. المثير أن هذه العملية التي نتحدث عنها اليوم هي تأتي بعد يوم واحد فقط من انتهاء قمة طهران التي كان يتواجد فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكما تحدثنا قمة طهران أي أنها في طهران العاصمة الإيرانية بوجود إبراهيم رئيسي. وكانت الأمور وواحدة من المخرجات التي ظهرت من هذه القمة تحديدا وبحسب ما نشرته الصحف الإيرانية كما تلاحظون في هذا المقطع تحديدا، هي تتحدث ورافضة تماما، وإيران رفضت تماما العملية التركية المرتقبة التي من المفترض أن تأتي إلى الداخل السوري. هذا الفيتو طبعا الذي يأتي على تركيا هو مزعج طبعا للغاية بسبب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن هذه العملية سابقا، ومن المفترض أن يغلقوا هذه المنطقة على عمق 30 كيلومترا. نفس الفكرة التي يعملون عليها في الداخل العراقي في قفل المخلب هي إغلاق هذه المناطق على حزب العمال الكردستاني لكي لا يتمكن من استخدام الأراضي العراقية ويستهدف من داخل الأراضي العراقية الأراضي التركية. هذه العملية الآن هي أجلت تماما بسبب أن إيران تعتقد بأنها لن تأتي بالنفع لسوريا أبدا، وبالتالي فيتو إيراني وفيتو روسي واضح في هذه القضية. ومع هذه الضربات التي نتحدث عنها اليوم التي جاءت على شمال العراق هي تضع الآن تركيا تحت المطرقة فعلا في الداخل العراقي إذا ما تم قطع العلاقات الدبلوماسية أو غيرها من هذه التفاصيل. فالآن تركيا دخلت في مرحلة بأنها غير قادرة على إكمال العملية العسكرية في العراق التي هي تقودها طبعا، ومن المفترض بحسب التصريحات التركية بأنها تأتي بالاتفاق مع العراق، وكذلك أن العملية في سوريا قد أجلت بشكل كبير للغاية. ولكن يجب أن ننتبه إلى قضية مهمة بأن تركيا في هذه القمة على الرغم من التباين في الآراء وعلى الرغم من رفض إيران وروسيا لهذه العملية التي تأتي في سوريا من المفترض أن تأتي في سوريا، فإن تركيا حققت عددا من الأمور والاتفاقيات التي تأتي في سوريا، وواحدة من هذه الأمور طبعا هي المطالبات المباشرة بإخراج القوات الأمريكية. لم يصرح عنها أردوغان ولكن صرحت عنها إيران في قمة طهران. دعا الولايات المتحدة الأمريكية ونريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من سوريا، ارفعوا العقوبات الأحادية الأمريكية على الرئيس السوري بشار الأسد. ومن دون هذه العملية التركية التي نراها
بالتالي سيكون هنالك وبهذه المعادلة التي نتحدث عنها سيكون هنالك استقرارا في المنطقة. هذا ما تراه إيران وهذا ما لا تختلف عليه أبدا روسيا. في السابق روسيا كانت هي عاملا موازنا عامل اتزان بين هذه الأطراف المتصارعة. اليوم روسيا بسبب العملية العسكرية التي تقودها في أوكرانيا الأمور تغيرت تماما بالنسبة لروسيا. والآن بالنسبة للروس خاصة أنهم في الشهرين الماضيين قد اشتبكوا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مناسبتين. واحدة من المناسبات كانت في قاعدة التنف بعملية ضربة قاموا بها ضد مغاوير الثورة السورية الموجودة هناك والذين تدربهم الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد. وكذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا التحالف الدولي كان في عملية لعملية إلقاء القبض في شمال سوريا تقريبا بهذا الاتجاه على أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي. وتركيا كانت موجودة بطائراتها أثناء هذه العملية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية تشاغلهم طبعا بالطائرات الروسية الخاصة بهم وبالمقاتلات. وبالتالي تركيا هي جزء من معادلة كبيرة جدا تجري في الداخل السوري كما نتحدث بعد قمة طهران. إلى درجة بعد انتهاء هذه القمة اليوم جاءت لقطات للسفير السوري وهو طبعا فجأة وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران والتقى واستقبله طبعا وزير الخارجية طبعا الإيراني أمير عبد اللهيان بهذا الشكل، وذلك كما هو واضح من أجل تبليغ سوريا بما ممكن أن يجري وما هي الأمور التي سيتم الترتيب على أساسها بعد هذه الاتفاقية التي تمت بين تركيا وكذلك بوجود روسيا بشكل مباشر. الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك، فبالنسبة لإيران أيضا هي وقعت اتفاقيات مباشرة وتبادل تجاري مع تركيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجعلوا هذه الاتفاقيات التي وقعت رفعت التبادل التجاري إلى 3 أضعاف. وردت 30 مليار دولار على عملية التبادل التجاري بين البلدين بشكل مباشر. إيران قالت لدينا الإمكانيات وتركيا لديها الإمكانيات، فلما لا وقعوا هذه الاتفاقية. وقبلها أساسا كان هنالك إعلانا من وكالة رويترز عن اتفاقية متعلقة بالطاقة قد وقعت بين إيران وبين روسيا بقيمة 40 مليار دولار. وبالتالي اتفاقيات كبيرة جدا، بل إن اليوم أيضا وكالة رويترز كانت قد جاءت بتفاصيل بأن إيران بدأت أيضا بعملية زيادة إرسال الصادرات أو زيادة الصادرات النفطية الإيرانية مباشرة إلى فنزويلا من أجل تحقيق العديد من المكاسب في الطاقة. كل هذه الدول التي نتحدث عنها عدا تركيا التي عانت من بعض العقوبات، هذه كلها طبعا معاقبة بشكل مكثف. فنزويلا، إيران، روسيا معاقبة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ما تريد قوله إيران هنا، نحن من نقرر هذه المنطقة بالكامل وما يجري في الداخل السوري. ليست الاتفاقية المهمة، لم تعد الاتفاقية النووية لم تعد مهمة بالنسبة إلينا، العودة إليها ليست مهمة. نحن نتفق على مستوى الطاقة مع روسيا، نتفق مع فنزويلا، نتفق مع تركيا، ولا مشكلة في ترتيب الأوراق بالنسبة إلينا بأي شكل من الأشكال. وبالتالي نحن القوة وليست الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن مع تطور الأمور بهذا الاتجاه، الولايات المتحدة الأمريكية يبدو بأنها أدركت هي أمام معادلة صعبة في هذه المنطقة. وبالتالي بدأ الحديث قادما من عدد من الشخصيات الأمريكية المرموقة بأن علينا العودة للاتفاقية النووية من أجل الاستفادة من الطاقة الإيرانية. وهذا طبعا هو كان قادما من طبعا هذا الرجل وهو جون كيربي، كان هو المتحدث السابق وكان هو المتحدث لوزارة الدفاع الأمريكية، والآن هو المتحدث للمجلس الأمن القومي الأمريكي. وويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي صرحوا ببساطة دعونا نعود للاتفاق النووي، تستفيد إيران من الأمور الاقتصادية وكذلك نحن ببساطة نستفيد من الطاقة لكي نقلل من الأضرار التي نتعرض لها من عمليات التضخم الكبيرة للغاية. التضخم وصل إلى مراحل خطيرة جدا الآن. اليوم كانت هنالك أنباء ليست في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في أوروبا وقادمة من اليونايتد كينغدم من المملكة المتحدة بريطانيا تحديدا، وصل التضخم ارتفع من 9.1% إلى 9.4%. هذه نسبة هي أعلى من نسبة التضخم الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا في مشكلة فعلا في هذه المسألة. ولكن روبرت مالي وهو المبعوث الأمريكي الخاص لإيران كان له تصريح في هذه المسألة، في مسألة العودة للاتفاقية النووية للوصول إلى تهدئة، لا يمكن للأمور أن تتصاعد بهذا الشكل بالنسبة إليهم. هم قالوا ببساطة بأن على إيران أن تعود للاتفاق النووي، دعونا نعود لهذا الاتفاق
وهذا الاتفاق تعود له إيران بحسب الشروط التي وضعتها أوروبا وليست الشروط الأمريكية، وهذا أمر عادل كما تحدث طبعا روبرت مالي. ولكن في نفس الوقت بالنسبة لإيران هي أكدت قضية مهمة جدا. إيران طبعا كما قلنا بأنها قد وقعت اتفاقيات مع الطرفين وتوقع اتفاقيات خارج الولايات المتحدة الأمريكية. روبرت مالي وجد بأن اتفاق إيران بهذا الشكل مع روسيا لن تستفد أبدا، لأن هنالك عقوبات أمريكية أوروبية مستمرة، وأن روسيا أصبحت معزولة تماما غير قادرة من الوصول إلى أي طريق في هذه المسألة، وبالتالي لنعود إلى هذا الاتفاق لنستفد من الطاقة، لا حاجة للوصول إلى القنبلة النووية بأي شكل من الأشكال. وبالحديث عن تركيا التي نتحدث عنها اليوم عن عملياتها التي جرت في الداخل العراقي، فإن إيران بطبيعة اتفاقها مع تركيا، نعم قد تبدو تركيا ليست معزولة كما هو الحال مع روسيا، ولكن في حقيقة الأمر تركيا تعاني ما تعانيه. فتركيا مثلا على سبيل المثال التضخم قد وصل بحسب التريدينج إيكونومكس إلى 78.68% تضخم عالي للغاية، وحتى الجوبلس ريت أو الان امبلويمنت ريت لتركيا أو كما نقول عليه باللغة العربية بالبطالة طبعا بكل تأكيد وصلت إلى 10.9%، نسبة تعتبر عالية للغاية في البطالة في تركيا، والتضخم كما تحدثنا يصل إلى أكثر من 78%. بالتالي إيران تتفق مع تركيا، تتفق مع روسيا، هذه الدول في مشكلة حقيقية جدا. ولكن على ما يبدو بأن الجميع يلتف خلف روسيا في ظل تغير المعادلات، فعلى سبيل المثال كانت هنالك معلومات قادمة من المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الذي تحدثنا عنه جون كيربي، هو أكد بأن روسيا تلعب عددا من المعادلات التي تريد أن تجعل محورها قوي للغاية في المنطقة وفي العالم، وتعدد القطبية مهم جدا بالنسبة إليها. فهي بدأت مثلا تلعب على مسألة بحسب جون كيربي تريد أن تقوم بعملية عملية تصويت مهمة جدا في الداخل الأوكراني والمناطق التي سيطروا عليها، عملية استفتاء ستتم شرق أوكرانيا التي ترونها هنا، وكذلك في زاباروجيا، وكذلك في خيرسون. لماذا هذا الاستفتاء؟ الاستفتاء لكي تنضم كل هذه المناطق التي ترونها إلى روسيا، وأن تصبح هذه المنطقة باللون الأحمر كما حدث بالفعل مع شبه جزيرة القرم. بل إن جون كيربي كشف بأن روسيا تعمل على عملية الطلب من المواطنين بالتقدم للحصول على الجنسية الروسية الموجودة في هذه المناطق التي ذكرت، بل إنه أيضا ذكر بأن هنالك مصارفا روسية بدأت تفتح في هذه المناطق وهي تتعامل في الروبل الروسي تحديدا القوي للغاية، رغم كل العقوبات ورغم استمرار العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني. وبالتالي كما نلاحظ هنا هنالك ترتيبات روسية كبيرة جدا قد تكون قمة طهران التي حضرت فيها تركيا فيها الكثير من العلامات التي سنراها في منطقة الشرق الأوسط. ولكن الأهم كل ما جرى والتطورات التي جرت في الداخل العراقي اليوم من هذه الضربات، كيف ستغير وضع تركيا؟